مساكم الله بالخير. مر علينا برمضان هذا اللي راح ينقضي بعد ساعات، الله يجعلنا من المقبولين والله يتقبل أعمالنا. برمضان هذا مر علينا مشهد أو مشهدين لنساء الكويت. واحد كلنا يعني سمعنا عنه سواء شفناه ولا ما شفناه، اللي بالمسلسلات اللي دائما نقول أنها ما تمثلنا. واحد ما أدري يمكن كثير من الناس شافوه ولا ما شافوه، بعرض لكم مقتطفات منه، ولاحظوا أن هذه المقتطفات كانت ببداية رمضان، مو بالعشر الأواخر ولا بلية 27، بداية رمضان. شوفوها. هذين الحريم اللي شفتوهم يصلون وحريصين على الصلاة في عدد يعني كبير من المساجد، مو بمسجد واحد فقط، هذين ترى مو كلهم محجبات، صدق أكثرهم يمكن، لكن مو كلهم محجبات. لكن السمة العامة في الكويت أن أهل الكويت يحبون الخير، رجال ونساء، واللي تشوفونهم شو حريصين على الصلاة ترى بعضهم مو محجبات، وبعض المو محجبات عندهم أعمال يومية بالشارع برمضان، يوميا يوزعون إفطار صائم ويوصلون الإغاثة والمساعدات للمحتاجين يوميا وهم مو محجبات. الحجاب أمر، ويعني الحجاب طبعا فرض شرعي ما في شك، ويعني تركه محرم، لكن ما يعني أن منحلين أخلاقيا، ولا يعني الصورة اللي نشوفها بالمسلسلات. يكفي ان اللي شفتوه بالمسلسلات تمثيل، واللي قاعد تشوفونه من خلال الصور هذه، انا اقول الصورة اللي خارج الكويت طبعا، اللي تشوفونه من خلال الصور هذه اللي هو جزء بسيط من الواقع ونقطة في بحر الواقع، هذا شيء حقيقي وليس تمثيل مثل المسلسلات. والمسلسلات لما زاد مثل ما قلنا انحلالها، خلاص صار المنتج غير كويتي، المخرج غير كويتي، العمل ممثلين برا الكويت، أغلب الممثلين غير كويتيين، يعني فبالتأكيد يعني مفروض أنه ما يمثل الكويت، لكن هم مصرين أنه يعني عباراتهم تكون كويتية، واللوحات السيارات عاد شنو وضع القانوني ما وضع القانوني مو موضوعنا. موضوعنا أن هذا ما يمثل الكويت ولا الكويتيين، وأن هذا المشاهد اللي شفتوها كلها كانت تمثيل، والواقع عرضنا لكم بعض صور هذا الواقع، وفي اشياء ما اقدر اعرضها، ما اقدر اصور بنات قاعدين يوزعون يعني اكل يوميا افطار صائم، او يروحون عند بيوت المحتاجين وغيره، يعني ما احب انا دائما ما اصور نساء الا شفتوا هذه الصور يعني غير واضحه ومحجبات كذا. المهم الشاهد من الكلام ان انت امامك مشهدين وعليك الاختيار، اما ان تصدق هذا المشهد التمثيلي او انك تصدق هذا المشهد الحقيقي لنساء الكويت. وكل من زار الكويت ترى شهد لها بان اهلها محافظين، وان النساء حتى في الاسواق وفي الاماكن العامه، وتشوفون انا دائما اصور ما في اي مشاهد مخله او خادشه للحياء او مخله بالادب، او يعني مشاهد مثل اللي تشوفونها بالمسلسلات، ومثل يعني الاسفاف هذا والمبالغه في اللبس والميك اب وغيره، هذا ترى مو مجتمعنا ولا احنا نعيشه، وهذا شيء غير واقعي، هذا من خيال الكاتب اللي يبحث عن الاثاره سواء كان كويتي او غير كويتي. اذا كان كويتي فللاسف يعني، واذا كان غير كويتي هم للاسف ان مسكوت عنه يعني، او ما ادري يفترض ان يلاحق او يمنع او ايا كان يعني قاضي او اي شيء. المهم الشاهد من الكلام اللي يهمنا سمعتنا، ألزم علينا سمعتنا، وأنتم أمام مشهدين وعليكم الاختيار.